ما حصل في البصرة. البصرة أو كل مناطق جنوب العراق لم تعد في يوم من الأيام حاضنة لأي عمل إرهابي. ما حصل اليوم بالبصرة من تفجيرات يحمل بصمات داعش لو أكو غيرهم. يعني أستاذ نجم، الآن الأجهزة الاستخبارية والأمنية تعمل على التحقيق الجنائي في هذا الموضوع، وطبعا عندما سينتهي هذا التحقيق ستكشف عنه الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والاستخبارية عبر خلية الإعلام الأمني أو كذلك من خلال الجهاز الاستخباري الذي سيقوم أو كلف بهذا التحقيق في هذا المسار. لكن بالمقابل هذه الظاهرة التي ذهب اليوم السيد الكاظمي وحضر السيد رئيس الوزراء بعزاء الشهداء رحمة الله عليهم في هذا التفجير الإرهابي الذي هو ننتظر طبعا التقرير النهائي الذي يصدر من الأجهزة الاستخبارية العراقية في محافظة البصرة وهنا في العاصمة بغداد عبر الأجهزة الاتحادية. نعم. وطبعا ما ستفسر لنا كل هذه التحديات الأمنية التي تمر على محافظة البصرة الاقتصادية الكبرى التي هي المحافظة الآمنة التي أبنائها هم من قاتلوا الإرهاب ومن وقفوا أمام الإرهاب وهم من يتشاركون في كل شيء حقيقة في هموم العراق في تحديات العراق وفي اقتصاد العراق وفي الحياة السياسية للعراق. وبالتالي هنالك الآن التحقيق يجري وهذا التحقيق يجري ليلا نهارا حقيقة من أجل الوصول إلى صورة فنية دقيقة لما جرى في البصرة لكشف هنالك من استبق من استبق الأحداث وقال أن هنالك دلائل أولية تشير أن هنالك عصابات قد تمت أو إلقاء القبض عليها هي الآن من قامت بهذا الفعل. هل فعلا أكو خيوط تشير إلى هذا أم أنه الذي قال مجرد تكهنات؟ هو ليس تكهنات، لكن بالمقابل ما جرى في البصرة قبل فترة أن مجموعات الموت التي كانت تختطف أرواح الناشطين والإعلاميين والمثقفين والأدباء والشباب البصريين وغيرهم حقيقة في المحافظات كانت هنالك مجموعات للموت استطاعت الحكومة العراقية من خلال الجهاز الاستخباري والأمني من السيطرة عليهم والذهاب بهم إلى المسار القضائي والجنائي. وهذه لأول مرة حقيقة نجد أن هنالك قدرة لدى النظام السياسي العراقي بأن يضبط النفس أولا يحافظ على روح القانون وكذلك بالمقابل يذهب بالجنات إلى المسار الجنائي القانوني لأن المسار الجنائي القانوني هو الذي يبني الدولة. لا تبنى الدولة بالثار، لا تبنى الدولة بكثرة التصريحات الإعلامية، ولا تبنى كذلك الدولة بكثرة الأفعال التي لن تقدم لنا شيء. ولذلك الحكمة والهدوء هو من يدير عقلية الاستخبارات والأجهزة الاستخبارية العراقية في الوصول إلى الأهداف التي يصل من خلال المبرزات الجرمية التي قامت وتحقق بها طبعا الآن الأجهزة القضائية بعد ذلك وبناء على ما ستحترزه هذه الأجهزة الاستخبارية. ولكن بالمقابل الأجهزة الاستخبارية تجمع الصورة متكاملة حتى تذهب بالجنات إلى القضاء لأن القضاء كذلك يريد أن يكون هنالك مبرزات جرمية لهؤلاء الإرهابيين الذين نجرمهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2005. وبالتالي هذه الحالات الإرهابية نتطلع إلى أن تنحصر بصورة نهائية في محافظاتنا الآمنة والمستقرة إن كانت في الجنوب أو الفرات الأوسط.